أبو الأنبياء عليه السلام كان أنموذجا لذلك الإنسان قبل أن يكون النبي، الذي سار بنفسه أولا في هذه الرحلة، رحلة الخروج من الظلمات إلى النور السلام. وجدنا أن هذا النبي الكريم رب عز وجل وصفه بأوصاف ما جاءت في وصف نبي من الأنبياء، وأكثر الصفات التي وصف بها إبراهيم عليه السلام في كتاب الله صفة القلب السليم. إبراهيم عليه السلام من أعظم مزاياه بعد التوحيد والحنيفية السمحة ذلك القلب السليم الذي وصف به القرآن إبراهيم عليه السلام، فقال عنه بأنه فعلا يعبر عن أتى الله بقلب سليم. والقرآن وفي سورة إبراهيم عليه السلام تحديدا جاء ببعض وظرف من أبرز معالم القلب السليم الذي حمله إبراهيم عليه السلام، والصلة بين سلامة القلب وقوة التوحيد صلة وطيدة جدا. ولكن دعونا قبل أن ندخل في تلك الصلة نتعرف على معنى ومفهوم القلب السليم. القلب السليم في القرآن الذي ذكر عنه القرآن قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا رحلة الحياة كلها تتلخص في أن يقدم الإنسان على ربه بقلب سليم، كل رحلة الحياة تتلخص في هذا. وبالتالي لا ينفع كل متاع الدنيا الذي نص عليه مال البنون، ولا ينفع شيء إذا الإنسان ما تمكن في خلال رحلته على الأرض أن يسلم قلبه، أن يصفي قلبه، أن يجعل ذلك القلب قلبا سليما يقدم به على ربه، فهو رأس ماله، رأس مال الإنسان القلب السليم، رأس النجاة من كل خوف من كل عذاب القلب السليم في الدنيا قبل الآخرة. فما هو القلب السليم؟ القلب السليم بعد تتبع الآيات في كتاب الله تجده قلبا أولا سليما وبريا من الشرك بكل أشكال وصوره، وهذا ينطبق على إبراهيم عليه السلام. وذكرنا والآيات تذكر إبراهيم عليه السلام جاء بالحنيفية السمحة، ليلها كنهارها، لا يمكن أن يحدث فيها زيغ أو انحراف طالما أن الإنسان كان يسير بهذا القلب السليم. إذن أول صفة من مواصفات القلب السليم أن يسلم من كل نوازع ودوافع وشوائب الشركيات بكل أشكالها، الشرك الخفي، الرياء، غير كل شيء. ولذلك بعض السلف وصفوه فقال ألا يكون في القلب أي مخلوق. طبعا الكلام ليس حرفيا ترجمته، الكلام يعني ألا يبقى في قلب الإنسان أي وجهة يوجهها لرضا مخلوق. القلب كل القلب وليس جزءا منه أصبح بيعا وشراء لله الواحد الأحد، سلم من الشرك، لأن معظم النوازع التي تأتي للإنسان من قبيل النظر لأحد غير الله عز وجل أو الانشغال به، فالإنسان تبدأ. والسورة سورة إبراهيم ذكرت لنا أشكال منها، أشكال التبعية، لا يمكن أن يتبع ويسير وراء إنسان أو منهج أو أي شيء دون أن يكون له في قلبه منزلة، بقطع النظر كيف تولدت تلك المنزلة خوفا أو محبة أو أي شيء، ولكن النتيجة أن هناك أحد غير الله عز وجل في ذلك القلب. ولذلك من أبرز مواصفات القلب السليم أن يسلم القلب
إيمانا وتوحيدا لله. ولذلك نجد أن دعوة أبو الأنبياء قال رب اجعل هذا البلد آمنا هو الدعوة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وذكرنا في المرة السابقة قلنا الأصنام لا تنحصر في حجر ولا في شجر، ممكن أن تكون في بشر، أصنام مختلفة، ولكن الفكرة الأساس أن يكون هناك تحكيم في حياة الإنسان لأحد غير الله عز وجل. ولذلك القلب السليم سليم من الشرك، سليم من التوجه لغير الله عز وجل، سليم من طلب الرضا من أي أحد سوى الله سبحانه وتعالى وطلب الأجر. إنسان لا يطلب أجرا من أحد، لا يتوقع شكرا من أحد، لا يتوقع أو ينتظر ثناء من أحد، الوجه كلها لله. لذلك أبو الأنبياء جاء في دعائه المعروف قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قمة خلاصة تخليص التوحيد فالقلب السليم على أول شرط من شروطه. وذكرنا فيك أكثر من مرة أن كثير من البشر في زماننا يعتقد بأن قضية التوحيد مسلمة طالما هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو واقع الأمر أن الإنسان حين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أسقط الشرك الأكبر، وفعلا هذه الكلمة عظيمة ثقيلة الوزن ثقيلة المقدار عند الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن نتكلم عن الخفايا، أشكال من الشرك الخفي قد تتسلل إلى القلب لا بد من تصفيتها وتنقيتها. ولا نذكرها لأجل أن الناس يصنفون بعضهم من بعض، هذا في شرك وهذا عند شرقيات أو مشابه، وإلا هذه دوامة تذهب الإنسان ذاته نفسه بعيدا عن نقاوة التوحيد بالله سبحانه والإيمان به. بعض الناس تخصص تصنيف، هذا كافر، هذا مشرك، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا شغله الشاغل، شغل بالناس عن ذات نفسه. والحل والنتيجة، النتيجة ضياع بكل أشكاله وصوره. القرآن لا يربي هذه العقليات ولا هذه النفسيات، يربي أن الإنسان ينظر في ذات نفسه. فلمن يتعرف على شوائب التوحيد وما يمكن أن يعلق به يشتغل بقلبه فيصفيه ويخلصه كما فعل أبو الأنبياء. كثرة الدعاء من أعظم الوسائل، وسيلة أخرى تفقد القلب وعدم الشعور بالأمن. الإنسان لا ينبغي أن يمر في مرحلة من مراحل حياته طالما هو في الحياة ويأمن بأنه الآن أصبح في مأمن من كل أنواع الشوائب أو الرياء، لأنك لا تدري، هذه تتسلل إلى القلب ولا يعصم منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. المنجى كثرة الدعاء والإقبال على الله عز وجل وكثرة تفقد القلب. القلب لابد أن يتفقد، أن يطهر، أن ينقى، أن يصفى، أن ينظف، ولا شيء ينقيه ككتاب الله عز وجل. وهذه المناجاة التي جاءت في أواخر سورة إبراهيم عليه السلام تعكس صفاوة ذلك القلب السليم الذي كان يحمله أبو الأنبياء. أبو الأنبياء ما جاءت أول دعوة من دعواته لأشياء متعلقة ببشريته. نجد في كتاب الله في مواضع أخرى أنه هو كان يدعو ويطلب الولد، لكن حتى حين يدعو ولا يطلب ما كان الدعوة فقط لأشياء دنيوية متعلقة بنفسه أو ذاته أو بشريته، بقدر ما كانت تتعلق بذلك الحب العظيم الذي ملك عليه كل شيء، حبه لله، ولذلك سمي خليل الرحمن.
جاء لا تعكس فقط دعاء وطلب وعبادة، تعكس حلاوة ساعة المناجاة بين العبد وهي الساعة أو الساعات التي لا يحتاج فيها العبد إلى شروط لكي يدخل على القائمة، قائمة المناجين. أنت تستطيع أن تناجي ربك سبحانه وتعالى في كل وقت، على كل حال، في أي مكان، بأي شكل. فمن إبراهيم عليه السلام وهو يناجي خالقه عز وجل، يتعلم العبد المؤمن كيف تكون المناجاة أحلى ما في الكون، وما معنى فقد تلك الحلاوة في الدنيا. العبد المؤمن الإنسان إذا فقد أشياء كثيرة في حياته قد لا يشعر بمرارة فقدها. ممكن بعد مرة، يوم، يومين، ساعة، شهر، شهر، بعد فترة من الزمن لا يشعر بفقد ذلك الشيء، إلا حلاوة مناجاة الله سبحانه. إذا فقدها العبد فقد كل شيء، فقد الإحساس بمرارة فقد تلك المناجاة التي بدأ بها إبراهيم عليه السلام بقلبه السليم، هذا القلب الذي سلم من كل أشكال الشرك وشواعب التوحيد، وسلم كذلك معه، وهذا شيء تابع للأول. القلب حين يصفو التوحيد فيه ويرتقي ويرتفع يصبح كالماء الزلال العذب، لا يحمل شواعب، شائبة لمن تأتي على الماء ولو كانت بسيطة، ممكن أن تكون جزءاً من عود تظهر في الماء لأنك. ولذلك القلب السليم يسلم من كل حقد وغش على أي أحد، لا يحمل حقد. كيف رصيد التوحيد عالي، لا يحمل ألم من الناس مهما أذاقوه. طيب هو بشر، أين البشرية إلى هنا؟ هو كلما جاءت الهموم والأحزان والآلام وبدأت تحمله شيئا فزع إلى الله وغسل ذلك القلب والهم بمناجاة الله سبحانه وتعالى. وإلا إبراهيم عليه السلام لاقى من صنوف الابتلاء ما لاقى من أهلي، من أسرتي، من أبي، من أقرب الناس إليه، وهجر الأهل، وهجر البلد، وهجر الوطن، وهجر الأرض. إذا لاقى مشاكل أكيد، ولكن تلك الآلام والصعاب والابتلاءات والأحزان لم تسلب منه نقاوة قلبه وصدره، لم تسلب منه تلك النقاوة. أعظم شيء تلك النقاوة ما سلبتها منه، وهذه نقطة في غاية الأهمية لمن يريد أن يكون من أصحاب القلوب السليمة، نسأل الله أن يجعلنا. إن محن الحياة الإنسان قد يتعرض لابتلاءات من قبل الناس، وقد يرى منهم ما يؤسفه ويؤلمه ويجرحه، والجرح يكون أعمق حين يكون من الأقرب، صح. ولكن جدا مهم بعد أن أبدأ بمحاولة تضميد الجرح، ولا يمكن أن أضمد الجرح إلا بنقاوة التوحيد وحلاوة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. بمعنى آخر، جرحت من أحد، أصابك جرح عميق، ضمده بدعاء الله سبحانه. لكن حين تدعو لا تكون الشكوى، تدبروا معي في الأنبياء أعظم الأمثلة لأصحاب القلوب السليمة، ومنهم يعقوب على سبيل المثال. يعقوب جرح كثيرا عليه السلام، وعلى أيدي من؟ أولاده، أقرب الناس إليه.
ألا يسمون الأولاد فلذات الأكباد؟ أكبر جرح في حياة النبي يعقوب عليه السلام جاء من أبنائه. فقد يأتيك الجرح من أبنائك وينزف وينزف، كان جرح يعقوب ينزف ونزف لفترات طويلة، ولكن حين كان يناجي كان يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما شكاهم، ما شكاهم، هل لأنه كان أبا فقط؟ طيب، يوسف عليه السلام أخ، وجاء الألم والجرح من الأخوة، جرح عميق، ولكنه ما توجه للشكوى في أشخاصهم. هذا يدل، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شكا، قال: أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلون؟ ولكن ما شكى القوم ولا سلم ولا أعطى قائد ولا أي شيء. لماذا؟ قلب سلم فعلى وارتفع بنقاوته ومناجاته لله سبحانه وتعالى عن أن يذكر أو يشكو أحدا بعينه لله. وهذه نقطة في غاية الأهمية، سلامة الصدر، أن نحن حين نغضب كثيرا أو نجرح حسبي الله على فلان، أحيانا فعلا تلك اللحظة التي نقول فيها هذه الكلمة لحظة ضعف، لحظة نزول القلب عن درجة السلامة. إذا ما هو القول الأمثل؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، بدون قواعد بالأسماء والقلب. القلب يتوجه لله عز وجل، هو أعلم بما فيه وبمن فيه. ولذلك كل دعوات الأنبياء، كل دعوات الأنبياء تقريبا إلا نوح عليه السلام، ولكن دعوات إبراهيم عليه السلام على سبيل المثال، كل دعوات بقية الأنبياء: ربي إني مغلوب فانتصر، في آية أخرى جاءت على أيضا لسان نوح عليه السلام. ولكن إلا تلك الدعوة التي دعا بها إبراهيم نوح عليه السلام، أما ما عداها في كتاب الله ليس فيها ذكر للناس، ليس فيها ذكر لأولئك المعاندين المستكبرين بالدعاء عليه. موسى عليه السلام ما دعا على قومه وهم لأنه تألم منهم، لا، دعا على شيء في سبيل وطريق الدعوة. الشاهد القلب السليم، تدبروا معي في هذه الكلمة لما جاء. إذا القلب السليم أعظم صفتين فيه: تقوى التوحيد، رصيد عالي، وقلب سليم من الحقد أو الغل على الناس بكل الأشكال والصور. وهذه المسألة تحتاج إلى جهاد نفس أكيد، وكلما ازددت قوة وإيمانا وتوحيدا كلما صفى قلبك. وكيف يصفو القلب حين تسقط كما ذكرنا في أكثر من مرة؟ أسقط الخلق صفاوة التوحيد. وإذا أسقطت الخلق حتى من آذاك بشيء، الأذى، تعرضت لأذى من الناس، اعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر وهو لا يقدر إلا الخير، على أن يكون هذا الشخص زوجا، أبا، أخا، كائنا من يكون، جارا، صديقا، كائنا من يكون، يكون في طريقك، ثم يحدث أن يصدر بعد ذلك منه ما يؤذيك، اعلم أنه إنما يقوم بما يقوم به بشيء قدره وكتبه الله عليك. فلا تتألم، لا تحزن، لا يكن انشغالك بذلك الأحد. انظر إلى الصورة المكتملة، أن الابتلاء فيه حكمة، وأن الله حين يقدر أن يبتليك بشيء إنما هناك حكمة. فتعلم الدرس، ولا يمكن أن أتعلم الدرس بعيدا عن مدرسة التوحيد ومناجاة الله عز وجل. قال إبراهيم في مناجاته:
رب اجعل هذا البلد آمنا. والأمن في مكة والبلد الحرام وجاءتها في آيات أخرى. ودعوته أول ما يدعو والموقف شديد وصعب. الموقف أن إبراهيم عليه السلام كلف من قبل الله سبحانه وتعالى أوحي إليه أن يترك هاجر وابنها إسماعيل في مكة واد غير ذي زرع. تكليف هذا ليس من قبل نفسه. الشيء اللي يتبادر إلى الذهن أن أول دعوة سيدعو بها إبراهيم لمن؟ لهاجر وإسماعيل. إبراهيم عليه السلام صاحب القلب السليم، القلب الكبير، القلب الذي تعالى على كل الأشياء الصغيرة. ما كان أول قدم له ولا في الدعاء هذا. قال رب اجعل هذا البلد آمنا. هذه الدعوة التي لم تختص فقط بوقته أو زمانه، كل الأجيال. والقرآن هنا يذكر لماذا قال جاء بهذه الدعوة. لأن الأمن لمكة على شكلين: أمن قدري، يعني من قدر مكة أن يكون لها أمان، هذا أمن خاص بمكة. وهناك جانب آخر من الأمن في مكة، أمن يتعلق بما يقوم به الخلق، أمن نستطيع أن نسميه شرعي. فأمن قدري وأمن شرعي. الأمن الشرعي يتعلق بمدى تطبيق أهل مكة بالذات ومن حولها لشرع الله في حياته حتى يحصلوا على ذلك الأمن المكمل الأول. ونحن نعلم أن أهل مكة الذين نزلت عليهم هذه السورة، سورة إبراهيم نزلت في مكة، ما كان لهم من ذلك الأمن الشرعي شيء. لماذا جاءت الحروب على رؤوسهم بعد ذلك؟ لماذا؟ لأنهم لم يتحققوا بذلك الأمن الشرعي المرتبط بالتوحيد. وإلا الأمن فيها القدر أمن. ولذلك كل البلاد يحميها أهلها ومكة يحميها ربها من ناحية الأمن القدري، هذا المتعلق بالقدر، والثاني متعلق بالبشر، أعمال الناس فيها، تصرفات الناس، سلوكياته. فحين يكون فيها أناس كأهل مكة وقت النبي صلى الله عليه وسلم حاصروا وقتلوا وضربوا وعذبوا وجوعوا، ما بقى في مكان في مكة أمان. ولولا أن مكة خلت من الأمان ما خرج منها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا هو خرج منها لقلة الأمان. نعم، ما عاد هو ولا أصحابه يأمنون فيها، لا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. إذا أين دعوة إبراهيم؟ دعوة إبراهيم أجيبت، ولكن كما ذكرنا تتعلق بأمرين: الناس ومسؤولية الناس وما يقومون به من أفعال. أما ما هو قدر لها فهو موجود. قال رب اجعل هذا البلد آمنا، وجاء بمفتاح الأمان الذي ينبغي أن يتصرف فيه البشر. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كل الأصنام، أصنام مكة أيام الجاهلية كانت العزة ومنى وإلى آخره، أكثر من 360 صنما في جوف الكعبة. ثم حطمت الأصنام وما عاد في أصنام ولا عاد في أحد يعبد إلا الله الواحد الأحد. إذا تدبروا معي في الربط في الدعاء: اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا مفتاح الخوف أن يكون هناك رب يعبد غير الله عز وجل. عودة الأصنام الجديد، الأصنام ممكن كما ذكرنا في أكثر من مرة ممكن تتغير أشكال، ممكن تتلون، ممكن تتعدد. مفتاح الأمان ألا يكون فيها صنم، وأن يبقى التوحيد هو الذي يطبق في كل وقت وفي كل زمن. ثم جاءت الآية التي بعدها تبين: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. آية
عظيما قد لا يلتفت إليه الكثير. الكلام ليس عن أصنام الحجارة فقط، كل أصنام عبر التاريخ، تاريخ البشرية. أسباب الضلال ودخول الإنسان في الضلال والظلم والظلام والظلم اتباع الأصنام. وسورة إبراهيم قدمت لنماذج للأصنام. فرعون كان صنم عبده قومه من دون الله، ما كانوا يسجدون، كانوا يقدمون يركعون، ربما كان حركات سجود وهو تطاول وقال أنا ربكم الأعلى. ولكن أكبر جوانب الصنمية في حياتهم كانت ذلك الخضوع والطاعة العمياء المطلقة الغير مشروطة وتحكمه في حياتهم ومصائبهم، لدرجة أنه كان يشير عليهم بما يعبدون وما لا يعبدون. إذن التبعية التي جاء ذكرها في سورة إبراهيم الأتباع هذه هي من أشكال الأصنام التي تكلم عنها إبراهيم عليه السلام في دعوته. أضللنا كثيرا من الناس، الحل فمن تبعني فإنه مني. تدبر جاء هنا الكلام عن الاتباع، وتدبروا معي الآيات التي جاءت عن الكلام عن الضعفاء الذين استضعفوا لما قالوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. إذا ما المطلوب؟ المطلوب اتباع هذا المنهج، الخط، توحيد، الحنيفية السمحة. وذكرنا نحن في أكثر من مرة التبعية ليس بالضرورة فقط تكون تبعية لقيادة قوة اقتصادية أو سياسية، ممكن تكون تبعية لقيادة فكرية، وهذا الواقع، قيادة دينية. إذن ما الذي يريده القرآن مني؟ قال المنهج هنا، قال فمن تبعني فإنه مني. ولكن اتباع على الأعمى بدون نظر لا. ونحن نعلم أن في سور أخرى إبراهيم عليه السلام من أكثر الأنبياء الذين كانوا يتحدثون عن الحجج العقلي. ربي أرني كيف تحبون، نظر في السماء، نظر في النجوم. إذا هو ليس اتباع أعمى، لا، اتباع على بصيرة وعلى نور. فهناك فرق بين التبعية المذمومة وبين الاتباع. اتباع على حق، على صواب، وليس على باطل. تبعية لا تنمحي فيها الشخصية، بالعكس تقوى، لأن الذي أنت تسير على طريقه وسبيله من؟ نبي من الأنبياء، الأنبياء صفوة الخلق، وهم لا يطلبون منك أن تغلق عقلك ولا منافذ البصر عندك، على العكس تماما، هم يطلبون منك أن تفتح عينك وقلبك وكل وسائل الإدراك والحس فيك حتى تعي رسالة التوحيد. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تدبروا في القلب السليم، ما قال ومن عصاني فخذ، ومن عصاني فاطمس على، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سلامة قلب إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لا يدعو على من عصاه. كان ممكن يقول فإنك جبار، فإنك قدير، سبحانه. تدبروا في اختيار الكلمة، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قلب مفعم بالرحمة، وبرحمته بالخلق، هذه الرحمة العظيمة كانت من أعظم وسائل قربه من الله عز وجل، ومدح وثناء الله سبحانه وتعالى له في أكثر من موضع في كتابه. إن إبراهيم لأواه، حليم، منيب، كل الصفات رائعة في هذا النبي صاحب القلب السليم. ثم جاءت بعد ذلك، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم. لماذا في الدعاء ذكرها؟ هو تكليف من الله أن يسكن هاجر وإسماعيل بواد غير زرع، ليس تربة، صخر غير قابلة لأن تزرع. مكة طبيعتها الجغرافية
غير قابلة لأن تزرع في الأشياء. صخر، مو إنه تربة وسيصلح من حاله، لا هي صخر. قال بواد غير ذي زرع، إعجاز القرآن في الكلمة. وتحديد المكان والله يعلم، هو الذي أمره. لماذا يقول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن؟ هنا تأتي مظاهر بشرية إبراهيم عليه السلام. بشر، البشر يريد أن يفرغ ما عنده ما في قلبه أحاسيسه. لذلك نحن اليوم حين نتضايق أو نتألم ممكن نتصل بأحد كما يقال فضفضة. أحيانا كثيرة أنت تعرف أن الذي أمامك لا يملك لا لنفسه ولا لك لا ضرر ولا نفع، لماذا تقول له؟ لماذا تحدث بحكم بشريتك؟ ولكن تدبروا معي، هذا من يخالل أحدا من البشر، ولكن إبراهيم خليل الرحمن. من خليله؟ الرحمن. فلما الناجح قال هذه الدعاء الدعوة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وكل شيء في حكمة أكيد. فالدعاء قال فجأة أفئدة من ربنا ليقيموا الصلاة. تدبر في الكلمة. حين يهاجر الإنسان المؤمن الذي ما بقى في قلبه أحد ولا وجه إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، ما عادت المطالب الدنيوية هي التي تحركه ولا تفزعه ولا تحوله من مكان إلى آخر الهجرة. وفي قال في موضع آخر: إني مهاجر إلى ربي. إلى ربي، مو مهاجر لأجل أن أتخلص من ضغوط، أنا مهاجر إلى ربي. وذكرنا فيما ذكرنا في مرات سابقة الفوارق الشاسعة بين هجرة لأجل لقمة عيش فقط، لا بأس، لا ليس فيها إشكال، نحن ننظر فيها كمثل، وبين هجرة إلى الله الفارق الشاسع. حين تهاجر لأجل لقمة عيش كريمة وهو مشروع، مطلب مشروع، أنت حددت ذاتك ونفسك في ذلك المطلب البسيط الشيئي. ولكن حين تصحح المسار وتجعل هجرتك لله، القضية تختلف، الموازين تختلف. الهجرة لله يفتح الله لك كل شيء. ومن كان مهاجر لأجل امرأة ينكحها ولا دنيا يطلبها ولا مال ولا تجارة، فهجرته إلى ما هاجر إليه، وممكن أن ينال ما يناله، ولكن هذا هو السقف. سقفك حين تكون هجرتك إلى الله مختلف. ولذلك إبراهيم توجه بكل قلبه وأحاسيسه يدعو الله بشيء هو يعلم أن الله يعلم، بثه إلى الله. قال ليقيموا الصلاة. وتدبروا في الكلمة، هذا البيت الحرام أعظم ما فيه هو هذه العبادة العظيمة التي جاء ذكرها هنا، يقيموا الصلاة. ولذلك هذا الكلام بين السطور شيء عجيب، ليس حرام، لا نتكلم هنا عن الحرام والحلال، نتكلم عن درجات الترقي في الإيمان والتقوى. لدي درجات، ناس تأخذ 50، ناس تأخذ 60، ناس 70، ناس 80، ناس 90، وهكذا. أنت حين تذهب إلى الحرم، لأن بعض المسلمين يذهب إلى الحرم، فعلاً هذه نعمة عظيمة، يشغل بأشياء مختلفة، يصور نفسه سيلفي، يصور نفسه، يصور أهله، يصور الدنيا، على خير، إحنا لا نحرم ولا نحلل، لا نتكلم عنه. نتكلم عن مظاهر. والبعض الآخر وخاصة بعض النساء تراها يا بمجرد أن ينتهي الإمام إلى التسليمة تفزع إلى الأسواق أو الأشياء المختلفة. نحن لا نتكلم عن الحرام، لا، نتكلم عن ما هو أحسن، عن ما هو أجدر، عن ما هو أرقى لأترقى بالقلب السليم. كل
كل البضائع في الدنيا ممكن أن تجدها في كل الدنيا، ليس فقط في مكة. ولكن قلبك إذا لم تجده في مكة فأين ستجده؟ أنت جئت، ربي شرفك بأن تكون في هذا البلد، أنت ضيف، هكذا يسمونك البشر، ضيوف الرحمن. أنت ضيف نزلت ببيتي، وهو سماك إبراهيم عليه السلام قال عند بيتك المحرم، البيت بيتك بيت الله. أين حرمة هذا البيت العظيم؟ في القلوب، في النفوس. أين حرمة البيت؟ أنا ماذا يعني، ما الذي أجنيه حين أقف وأصور نفسي سيلفي وأرسل والناس تدعو لي وتقبل الله؟ ابحث عن قلبك، ارسل رسالة إلى قلبك وأنت في البيت المحرم. قبول صحيح، نحن نريد دعاء الناس، ولكن لا تشغل بشيء وأنت في بيتك. لا نتكلم عن تحريم، نتكلم عن ورع، تقوى، إيمان، ترقي في درجة نقاوة التوحيد. ولذلك هذه المظاهر المختلفة التي نراها في حياتنا اليوم مع تقدم وتطور العلم والهواتف ذهبت بأجملنا في قلوبنا. ليست الإشكالية الكبيرة، هناك ملايين المسلمين اليوم حرموا أقول من أن تطأ أقدامهم البيت الحرام. وأنت شرفك الله ووطأت أقدامك هذا البيت. صن القلب عن أن يلتفت إلى غير رب البيت. صن، اترك عنك، لا تخدع بهذه الأشياء. ناقل القلب، أنا ما قيمة أن أخذ لي سيلفي قبل البيت الحرام ورائي الكعبة، وما جعلت البيت الحرام أعظم شيء في لي. قد يقول قائل لا، الأمر ليس كذلك، للأهل والأحباب والأصدقاء. أفهم، ولكن عليك أنت أيضا أن تفهم أن التوحيد ليس درجة واحدة، وأن العلاقة والحب لله سبحانه وتعالى ليس درجة واحدة، وأن العطايا ليست على درجة واحدة. هناك أناس يذهبون إلى بيت الله الحرام، يعطيهم لأن يعطي هو سبحانه، لا يمكن أن يذهب أحد إلى بيته إلا ويعطي. ولكن تخيل حين تكون عطيتك من رضا لا يتبعه سخط أبدا، هتكون هذه العطية. لا تكون أي شيء آخر، ممكن الناس كلها تدعو بكل شيء صح، وادعو الله بكل شيء، ادعو بالولد وادعو بالزواج وادعو بكل شيء، ولكن أنت حين تعود بهذه العطية من الله عز وجل، جنة عرضها السماوات والأرض، وأنت ستعرفها في قلبك في نفسك وأنت في البيت الحرام، تعرفها حين ما تعود تشعر بمن حولك، ما تعود تشعر ولا بأحد من حولك. لماذا القلب سجد لمن خلقه؟ تلك الثانية، اللحظة التي أحيانا بأيدينا في هذا العصر حرمنا أنفسنا منها، بل أحيانا الإنسان حتى من خلال الرفقة، الرفقة شيء جميل، الرفقة الصالحة شيء جميل، ولكن أنت حتى مع تلك الرفقة الصالحة في الحرم تحتاج إلى وقت تناجي فيه خالقك لوحدك. هذه المناجاة التي كان فيها إبراهيم عليه السلام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، والتعبير القرآن العظيم تهوي هو أن يهوى سقوط من الأعلى إلى الأسفل، ولكن معنى من معاني تهوي إليهم هنا، وليس تهوي في مكان آخر، لأن القرآن
ذكر في أماكن أخرى مواضع أخرى تهوي به الريح في مكان سحيق، ولكن هنا تهوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى ذريتي. كيف ستهوي الناس إلى ذريتك يا إبراهيم عليه السلام؟ كيف؟ كيف؟ وتدبروا في هذه الآية العظيمة التي ممكن أن الإنسان يقف عندها دروس وليس درسا واحدا. هذا الإيمان الرصيد العظيم، هذا اليقين بالله سبحانه. لذلك يروى أن هاجر سألت إبراهيم عليه السلام، قال أنا راح أروح، راح تركها في مكان ليس فيه بشر ولا ماء ولا زاد ولا أي شيء. قالت أمن نفسك أم من الله؟ قال من الله. قالت فذهب لن يضيعنا. إيمان، يقين، توحيد. والأسباب هو مسبب الأسباب، قمة اليقين بالله عز وجل. انقطعت الأسباب ويبقى مسبب الأسباب. ولذلك قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وإلى اليوم دعوة إبراهيم، الشوق إلى مكة، شوق بالأفئدة وليس بالأقدام. ولذلك ترى الناس أفئدتهم تهوي إلى مكة. تدبروا في الكلمة، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فالفؤاد قد يهوي إلى مكة، يريد الهوى، شدة القوة والتعلق والميل، ولكن القدم محبوسة في مكان في أقصى الأرض. بعض المسلمين في الصين أو في أماكن مختلفة في العالم يعيش العمر، كل العمر، وأنا رأيت ذلك بأم علي، يعيش العمر لأجل أن يوفر دينارا دينارا أو جزءا من دينار لأجل رحلة العمر مكة، وقلبه يهوي إلى مكة. ومكة ماذا فيها؟ هذا المسعى، المكان الذي سيكون. ولذلك لمن قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ليس فقط في زمانه وفي عصره، لأن ستهوي إليه أفئدة الناس، وستأتي العشائر بعد ذلك من العرب تهوي لأجل أن تجاور هاجر وإسماعيل لما يظهر ماء زمزم، وهي تصبح سيدة المكان وتأذن لمن تأذن منه. هوت الأفئدة إلى أمك، ولكن الآية لا تنحصر فقط، لأنها ليست فقط قضية حسية للمكان، غير مرتبطة فقط بهذا، هي مرتبطة بميل وشوق القلب إلى مكان. وكلنا يشتاق إلى مكان. ألف فيها الشعراء، وكتب فيها المادحون، ونظم فيها الناظمون، كلها بهذه الدعوة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات دعوة جامعة. وهذه الدعوة الجامعة صنوان التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وتدبروا معي في تلك المناجاة، هذه ليست مناجاة مع واحد مستعجل. إبراهيم عليه السلام يناجي ربه بالمناجاة طويلة، قصة كاملة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ولماذا الكلام عن الخفايا والعلن في هذه الآية؟ التوحيد، نقاوة التوحيد، التوحيد بكل ذكرنا أكثر من مرة ما قد يخفيه الإنسان عن كل أحد، رياء، يخدش في التوحيد، تعلم ما نخفي وما نعلن. السر عنده علانية. ولذا قال وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أنت تعلم؟ إبراهيم عليه السلام يناجي ربه فيقول له أنت تعلم أني أنا تركت كل شيء، تركت أعز ما عندي في هذا المكان لأجل أي شيء، لأجل محبة التكليف. هو كلفه ربي عز وجل، كلفه أن يتركه عند بيتك المحرم، تكليف هذا.
إبراهيم عليه السلام ما قدم التكليف بمجرد التكليف وتنفيذ الأمر، قدمه محبة، وهذا فرق عظيم من الفوارق. أنت حين تقدم التكليف صلاة أو قرآن أو صدقة أو زكاة أو صياما تقدمه من باب أنك أمرت به فتنفذه، صح، وهذا له أجر حسابه واحد ووحدة، أجر فريضة. ولكن ما يفعله إبراهيم عليه السلام أنه قدم التكليف بقلبه قبل أن يقدمه بجواره، يعني ترك أهله وذريته طاعة لله محبة، وليس فقط لأنه مكلف، درجة عالية وعظيمة من درجات العمل بها تكون الأعمال. أنك أنت حين تقوم بالتكليف لا تقوم به وأنت متثاقل، مثل ما يعني مرات يحدث أنه الإنسان حين يصوم خاصة في أشهر الصيف تبدأ الشكاوى، نهار طويل، جو حار، تعبت، صار عندي صداع، أشكال، كلنا بشر من بعض. حلاوة التكليف تمسح عنك كل أعماء التكليف، وهذا الذي حصل مع إبراهيم عليه السلام. العمل أو الطاعة، كل أنواع الطاعات فيها شيء من المشقة، ولما سمي التكليف، لماذا سمي تكليف؟ فيها كلفة، فيها كلفة على الإنسان. هذا التكليف ما الذي يخفف عنها؟ الحب. إبراهيم عليه السلام كلف بأن يترك زوجته وابنه، أعز شيء عنده، في مكان ليس فيه أحد، لا بشر ولا زرع ولا أي شيء غير الحجر. كيف هان عليه ذلك؟ هذا تكليف شديد، وهو ذاته إبراهيم عليه السلام الذي بعد ذلك قال إني أرى في المنام، وتوجه إلى ابني قال إني أرى في المنام أني أذبحك. تخيل درجة الحب التي عمر بها قلب إبراهيم عليه السلام، حب لله، كل التكاليف هانت عليه. ونحن في حياتنا على فكرة الآن حين الإنسان تحدث عنده مناسبة سعيدة، زواج ابن أو بنت أو ما شابه، كم حجم المجهود الذي يقوم به؟ سؤال نسأل لأنفسنا، كم ساعة تقضيها في التجهيزات البسيطة حتى أو غير البسيطة؟ كم؟ وبعض الناس شغل وتعب حقيقي جسدي نفسي وعقلي وكل شيء، كيف تقولين وأنت تقولين به؟ كيف؟ طال الفرح، حتى أنه في الأمثال الدارجة يقولون تعب الفرح ولا تعب الحزن. تعب الفرح يبني، يجعل الإنسان قوي، تعب الحزن لا قدر الله يهد. تعب التكليف لله مثل الأعمى، حين تقوم بالتكليف وأنت محباً لله مقبلاً عليه من هذا النوع. ولذلك إبراهيم عليه السلام كل التكاليف التي قام بها عظيمة، ما الذي هونها عليه؟ ما الذي هونها؟ حب الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن في بعض الأحيان أبنائنا كلما أحد تكلم مع أحد على أي شيء يقول لك إلا أولادي، لا أستطيع أن أرفضهم، ليست المحبة أن لا أرفض له قريبا، المحبة الحقيقية للولد أو للابن أن أتقي لها فيه. تدبروا معي في الموقف المقوقع، كل آية من هذه الآيات في قصة إبراهيم عليه السلام موقف عظيم. إبراهيم عليه السلام ما ترك لهاجر ولا لابنها ثروة ولا حسابات في البنك ولا أمن مستقبل، كالنظرة التي نحيا بها الآن. أنا لا أقول أن الإنسان لا يفعل ولا يأخذ بالأسباب، ما أقولها أبدا، هذا لا يقول به إنسان عاقل أبدا، القصد
أهم شيء تتركه لأبنائك، أن تعلمهم أنك إذا تركت لهم الله سبحانه وتعالى فقد تركت لهم كل شيء، أن تعلمهم تربيهم على هذا. هذه التربية الحقيقية، وليس تربية الدنانير والأموال والواسطات حتى أؤمن لأولادي مستقبل أو مستقبل أولادي ولا مستقبل يؤمن بهذا. ليس هذا ما يؤمن. تؤمنهم حين تعلمهم الإيمان بالله عز وجل وحسن التوكل عليه. لذلك إسماعيل، إسماعيل قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لماذا؟ لأن إسماعيل أدرك منذ كان صغيرا أن الله لا يتركه إن لم يترك أمر الله عز وجل. ربي لا يتركه. هذه التربية التي أخذتها اليوم مع أبنائنا، تربية كأننا أصبحنا لا نتركه. لا تستقيم فهيمة مع ما نحن فيه. ليست الإشكالية أن تترك لأبنائك الكثير من المال أو الشغل، الخطورة أن تترك لهم المال ولا تترك معهم ما يعلمهم كيف يحفظ الأموال وكيف تحفظ الأموال. وعشرات مئات القصص والأحوال في حياتنا وواقعنا تبين هذه الحقيقة. الأبناء، ثم النقطة المهمة في أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام أن محبة الأب للابن لا ينبغي أن تصدك عن التكليف. ويحب إسماعيل، كان ممكن بالدعوة بالمناجاة، هذه المناجاة التي ناجي فيها الله يا رب إلا إسماعيل، إسماعيل صعب ممكن، وفي النهاية هو بشر. ولكن حتى في مناجاته لخالقه لم يراجع في التكليف. كل ما قال قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتي. إذا الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، عظمة اليقين به سبحانه أن لا يخالجك شك ولا طرفة عين، أنك طالما تسعى في أمر الله وفي شيء أمرك الله به إذا عليك لا تخف. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. يا ترى ماذا كان يخفي إبراهيم في قلبه الذي قال ما تخفي وما نخفي وما نعلم؟ ماذا يخفي؟ يخفي محبة الأب. والقلق الأب الطبيعي الغريزي الفطري الذي لا يلام عليه، تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى عليك شيء على الله من شيء. تدبر في الكلمة من شيء، رب عز وجل لا يخفى عليك. نحن لا نتعامل مع أحد لا يعرف ماذا نتمنى وماذا نريد. يعرف ما تحدث، ما تحدثك به نفسك ولم تحدث به نفسك. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا العلم المحيط، علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ألا يكفيك؟ ثم تدبر في بدايات ختام المناجاة، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. تدعي قمة الإيمان بالله عز وجل، يا ربي لك الحمد وهب والهبة أعطى بدون مقابل بدون سبب. أنت حين تبيع وتشتري أنت تعطي المقابل، الولد هبة، الله عز وجل يعطيك هو بدون مقابل. وعطايا الله سبحانه وتعالى كلها بلا استثناء، كلها هبات، كلها هبات.
نحن نقول عطاء هكذا على سبيل التجاوز، لكن كل هذا لم ندفع مقابل شيء. وهب لي. ولماذا قال على الكبر؟ تدبروا معي في كل كلمة في كتاب الله، لأن الكبر الذي كان في الحالة التي كان فيها إبراهيم عليه السلام حالة لا تقهر، حالة غير عادية. ما كيف ستقهر؟ قال مبينا أن الله بقدرته سبحانه قهره. ما في أسباب، لا توجد أسباب. من الذي أعطى؟ من الذي وهب؟ الله سبحانه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذا التذكر لآلاء الله ونعمه من أعظم ما يجدد الإيمان في القلب، أن تجلس مجلسا وتبدأ بتعداد نعم الله عليك. الله أعطاني، الله فتح لي، الله وهب لي. تعلم أن تعدد متعد، تعدد نعم الله عليك. كثير من مجالسنا اليوم الشكوى نقصني كذا 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 الأشياء، أعدد ما ينقصني. تعلم في علاقتك مع الله كيف تبني العلاقة مع الله عز وجل بأنك تعدد النعم. تذكر لي إحدى الصديقات تقول كنت مريت في فترة من فترات حياتي كأي كل البشر، فكان المال عندي قليل، ظروف المادية مع الزوج مع الكذا قليلة. قالت ثم أن الله سبحانه فتح لي، فتح بالأموال. تقول فوالله من أعظم أسباب تجدد الإيمان في قلبي وتقربي إلى الله عز وجل أني كلما بعد ذلك، بعد تلك الفترة التي فتح الله علي وأغدق علي بالأموال، كلما أمسكت بعشرة أو 20 دينار أتبسم وأقول يا رب لك الحمد، كان هذا الدينار الواحد بالنسبة لي يعني الكثير، والآن 10 و20 و100 و200 وعد الحمد لله. الموقف موقف مناجاة، موقف دعاء، موقف طلب. وهو يتكلم عن مناجاة الأبناء، يتكلم عن ابنه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فالذي وهب ألا يحفظ؟ الذي وهب لك بدون سبب ألا يحفظهم لك بدون سبب؟ ألا يسعدهم؟ ألا يعطيهم؟ يعني تخيل، أن تخيل معنى أحيانا شيء من الجحود. نحن حين نتعامل في تعاملاتنا مع أبنائنا، أنا أريد أن أؤمن له المال، هو ربي وهبه لي بدون مال بدون أي شيء. كم دفعت حتى يأتيك ابنك؟ وأنت الآن تأخذ من الأموال لأجل أن تحافظ بها على المستقبل وتضمن إلى مستقبله. لا بأس، لا أحد يقول هذا، ولكن هذا ليس هو الشيء الأساس. اجعل في ذهنك هذه الحقيقة، الأساس هو هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عودا على بل قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ذرية بكل الأجيال، الأبناء والأحفاد والأولاد، هذا التركيز والتأكيد على موضوع الصلاة عنوان من عناوين التوحيد. ربنا وتقبل دعاء. وختم الآية قال ربنا اغفر لي. علامة من علامات القلب السليم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. دعا إبراهيم عليه السلام لكل من يؤمن بالله في عصره وفي زمانه وبعد عصره، ونحن معهم الكل، ما ترك أحد. ومن أعظم مفاتيح القلب السليم أن تدعو لغيرك من المؤمنين. يا رب ترحمهم، يا رب تغفر لهم، يا رب داوي جريحهم، يا رب تغني فقيرهم، يا رب تفرج الكرب عن المكروهين، يا رب تشفي مريضهم، يا رب تهدي ضالهم.
من قلبك. أعظم ما يمكنك من القلب السليم، لأننا لن نصل إلى مرحلة القلب السليم. القلب السليم هذا شيء، هذا رأس مال، هذا أعظم رأس مال في الدنيا وفي الآخرة. كيف نصل إليه؟ بأعمالنا ولا بدعاء الله سبحانه وتعالى؟ واحدة من أعظم أسباب وصولك إلى القلب السليم هذا الدعاء لكل الناس. سمعت أن فلان المريض، يا رب تشفيه، يا رب تعافيه، عرفته أو لم تعرف. ولذلك من أعظم أبواب الخير الدعاء للأموات. صلاة الجنازة كم تأخذ من الوقت؟ من أعظم الأعمال ثوابا عند الله. لماذا؟ تدعو لمن لا تعرفه، قلب السليم، تدعو بقلب، مو أي دعاء، لا، دعاء من كل من أعماق القلب، أن يفرج الله عنه، أن يرحمهم، أن يغفر لهم، أن يعطيهم صدقة تحسب لك عن كل واحد منهم. ولا يمكن أن يطيب الإنسان نفسا بها إلا إذا تعلم أن يحب الخير لغيره كما يحب لنفسه، أن يتخلص من الشح والأنانية، لأنه من أخطر الأمراض على القلب السليم الشح والأنانية، أن يحب الخير لنفسه لا لغيره. ولذلك القرآن وصف جماعات من المنافقين قال أشحة على الخير، شحيح. ذلك بعض الناس تشوفه حتى حين يدعو بس النفس، يا رب تسعدني أنا وأولادي وأهلي. طيب المؤمن، طيب ما تدعي المؤمن؟ شو دعوة الأب والأنبياء عليهم السلام؟ دعوت لابنك، دعوت لبنتك، طيب ما تدعي لبنات المسلمين؟ اشرك واجعل هذه من واجبات اليوم، أن أبدا لا تجعل دعاء من أدعيتك يذهب دون أن تشرك فيه بمؤمن، حتى ترتقي إلى درجة القلب السليم. بأي شيء اشرك المؤمن في كل مكان، في كل وقت، في كل زمن. وكلما ازددت دعاء للمؤمنين كلما ازددت وزادك الله إجابة لدعاء في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. وهكذا يصفو التوحيد، وهكذا يترفع الإنسان عن جوانب الشح في قلبه ونفسه وذاته. لأنه من أخطر الأمراض أن يكون الإنسان بخيلا حتى بالدعاء. بعض الناس لا يدعو إلا لنفسه وأهلي ومن يخصه، وفي الدعاء يلح في الدعاء. المطلوب منك أن تدعو لكل المؤمنين، بل أن أبو الأنبياء قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، حتى اللي يعصي يدعو له بأن يغفر له. ولذلك لم يمتنع عن الدعاء لأبي إلا أن أعو الله عنه. يستغفر، ادعو لكل البشرية أن يردهم الله إليك ردا جميلا، خير وبركة. إذا دخلت كل البشرية في دين الله، أليس هذا أيضا من المطلوب؟ أليس هذا مما يدعى به؟ إذن لماذا كل الدعاء، الدعاء دائما بصيغة الهلاك والإبادة و و و و صحيح في مواضع للظالمين صح، ولكن أيضا القلب لابد أن يتسع ولو في لحظات بالدعاء للناس، بالهداية، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إليه. نسأل